يرفع الميت هكذا بإيش برفق قليلا، ثم على بطنه هكذا يفعل. غالبا إذا كان يوجد شيء في أمعائه سأنه ماذا سيخرج بإذن الله، ثم يضعه مرة ثانية برفق، ثم يأخذ قطعة قماش، قطعة قماش هو سيدخل يده طبعاً يفتح، يحاول فتح رجليه قليلا، ثم الماء سيكون من هنا، الماء سيكون هنا ينزل على قبوله، هو يستعمل بقطعة القماش القبل والدبر. طبعا إذا خرج شيء طبعا يحاول يبعدونه عن الميت إن كانت هناك نجاسة، ثم يبدأ بعد ذلك إذا كان نجاسة انتهى من غسله يبدأ بغسل ايش؟ توضيئه. نعم توضيئه، فيبدأ بهذا باليد الأولى اليمنى، ثم بعد ذلك اليسرى، ثم بعد ذلك هنا. واضح؟ نعم تمام. ثم بعد ما ينتهي يغسل رأسه، ثم يبدأ بأطراف أصابعه، يعني بدايته بأطراف الأصابع، ثم يذهب حتى يصل إلى المرفقين ويدير الماء على المرفقين، ثم بعد ذلك الطريق الثاني نفس الشيء إلى أن يصل الماء إلى المرفقين، ثم يمسح الرأس، ثم الرجل الأولى يبدأ من أطراف الأصابع حتى يدير الماء على الكعبين. هذا انتهينا من الوضوء. الآن غسل الرأس كافة الرأس. طبعاً بناء وسد يضع يده على أنفه وعلى فمه، ثم يحاول أن يغسل الرأس كله. هذه المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل شقه الأيمن. شقه الأيمن. يدخل الماء، ثم بعد ذلك يكمل الرجل، ثم الفخذ لا يزل يأخذه. الفخذ هذا بالصب الماء عليها. إذا كانت زوجة تفعل تمرر يدها، ثم بعد ذلك يبدأ الغسل على الشق الأيمن هكذا، ثم يدخل الماء، ثم بعد ذلك يدخل الماء هكذا، ثم يكمل، يكون هذا انتهى الشق الأيمن، ثم يبدأ بعد ذلك بالشق الأيسر بنفس الطريقة، يفصل يتابع من البداية من المنكب إلى، ثم يفصل كذا، ثم يوضع الماء، ثم نفس الطريقة يوضع الماء، ثم يغسل ماذا؟ رجله اليسرى، ثم يقلبه برف، ثم يقلبه برف طبعا. هذه اسفل طريقه من اجل ويحاول قدر الاستطاعه، ثم نفس الشيء ممكن. وهذه تكون الغسله الاولى بهذه الطريقه انتهت، ثم يعيد الثانيه، ثم الثالثه بالماء والكافور، فإن خرج منه شيء مثل ما ذكرنا يعيد الرابعة والخامسة، فإن خرج منه شيء يعيد السادسة والسابعة والأخيرة تكون دائما بالكافور، لكن في السابعة إذا خرج شيء بعد الخامسة مثل ما ذكرنا يسد كل المنافذ التي استمر الخروج منها، ثم يدخله السابعة وتكون هي آخر الماء، يعني في البرد يكون داخلا. نعم مراعى كأنه حي. كأنه ماذا؟ كأنه حي، كأن الإنسان هذا حي، مثل ما تفعل لنفسك تفعل له، تفعل له. فإذا كان مثل ما قال الدكتور إذا كان البرد قارسا فيدفى الماء، الماء من أجل ماذا؟ من أجل وصف. بس لأي شيء هذا اللي الموضوع هنا؟ هذا للماء، يعني تسهيل الماء.
نستعمل الاستنجاء نستعمله تمام. لأنه غالبا أنه يخرج كل ما تبقى من النجاسات. ثم إذا انتهينا من التفصيل طبعا تأخذ الجثة وننتقل إلى المكان الثاني. هل هناك وسيلة جيدة ليخلو الأخ؟ طبعا هذا من هذا المنقل طبعا هذا أحسن شيء. هذا المنقل يركب ثم يؤتى به إلى يركب هكذا هنا ومن تحت ثم هذا يرفع عليه الميت زي النقالة تماما وبرفق يدخل هنا من تحت ثم يوضع الميت عليه ثم يؤخذ إلى وإذا كان استطعنا أن يكون الغسل والتكوين في مكان واحد فتؤخذ الجثة ثم ركزنا في مكان واحد نعم إذا كان في مكان واحد إذا هنا ليس في مكان واحد فتؤخذ في بعض الأحيان يؤتى إلى هنا بالسرير إلى هنا بالسرير إلى هنا من أجل ماذا تكفين فينزل مباشرة استطعنا وهذا أفضل لأن هذا يجعله متماسك متماسك الجثة تكون متماسكة نقلها يكون متيسر وسهل ومتيسر. إذا ما استعملنا هذا فلا مهما بأن تأخذ الجثة يأخذها مثال أحد من الأمام وأحد من الوراء وأحد من الوسط ثم تنقل برفق على المكان من أجل تمكن العورة طبعاً داخل استخدام القطن يا شيخ فقط في حالة خروج لكن إذا ما يخرج ما بينام لكن بعضهم يضع القطن يضع الشخص